أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الثقافة الطبية ونستهلها بأبرز العناوين. الصحة الكويتية تؤكد المنحنى الوبائي ليونيو يتجه إلى الأشد بالإصابات. السعودية تطعم 70% من البالغين وتعتمد إمكانية تلقي لقاحي كورونا مختلفين. مصر تسمح للمطعمين ضد كورونا بدخول أراضيها دون فحص PCR. تحذير من النظام الغذائي منخفض السعرات خطير جدا على الأمعاء. لمحبي الشوكولاتة، الكاكاو يحسن البصر والذاكرة. دراسة تكشف فائدة جديدة لمكملات زيت السمك. أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول في وزارة الصحة الكويتية أن الوزارة تتابع عن كثب آخر تطورات ومتحورات فيروس كورونا محليا وعالميا بهدف منع دخول أي سلالات جديدة إلى البلاد قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي مستقبلا، لافتا إلى أنها تعمل على الحد من انتشار الفيروس بين شرائح المجتمع ومحاولة إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم من الأصحاء لضمان تقليل الأضرار الناجمة عنه، كارتفاع معدلات الإصابة والوفاة وزيادة الإشغال السريري بالمستشفيات. وذكر أن أغلب الحالات المصابة بالفيروس خلال الفترة الحالية لا تحتاج إلى العناية المركزة رغم زيادة الحالات وتسجيلها لرقم قياسي بالعناية في الفترة الأخيرة، مرجحاً أن يكون شهر يونيو الأكثر في معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، لا سيما مع ارتفاع المنحنى الوبائي خلاله، مشدداً على أهمية تجنب المخالطات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حيث إن التهاون بتطبيق الاحترازات الوقائية قد يطيل أمد الأزمة وتداعياتها على الفرد والمجتمع. وأضاف أن القرارات الأخيرة الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا والتي من بينها منع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية وبعض المرافق هي قرارات تصب في المصلحة العامة للبلاد وتهدف إلى تشجيع الشرائح التي لا تزال مترددة في التسجيل والحصول على الجرعة الأولى على أخذ التطعيمات المضادة للفيروس، خاصة مع ظهور متحورات جديدة تمتاز بسرعة التفشي. استطلاعات لرأي الشارع الكويتي في تقريرنا التالي. البلدية حرصت حسب تعليمات مدير عام البلدية على تطبيق خطة ميدانية للمجمعات وبعض الأندية، وكذلك سيتم تطبيق محاضر مخالفات على المخالفين إذا تم رصدها طبعا من ثلاث جهات اللي هي البلدية والداخلية وإدارة المجمع. إذا تم الرصد سيتم عمل المحضر اللي هو يبلغ غرامته 5000 دينار كويتي. هو في تعاون كبير بين الإدارات المجمعات والبلدية والأمن، لكن بعض الرواد المجمعات أو رواد الأندية يكون مثلا يتعذر أن مو معاه التطبيق أو تطبيق الثاني مناعة أو أنه ناسيه مثلاً أو عنده مشكلة فنية فيه، وإحنا ما نقدر نحل هذه المشكلة، لا راح نمنعه من الدخول لأن الأعذار هذه الحل فيها مو عندنا. والله رأي حلو، تطبيق حلو، والإجراءات هذه المفروض يتطبق من أول، يعني مصلحة الناس ولا تكثر الحالات والتجمعات ولا يكون تجمع بمكان واحد مطعمين وغير مطعمين. أهم شيء سلامة الناس، ما يهم أن المجمع أنه يكون فاضي ولا مو فاضي. والله التطعيم صراحة يعني ما حطوا التطعيم إلا هو من مصلحة الشعب، وأنا أنصح الجميع أنه يطعم، والإشاعات اللي طالعة هذه صراحة هي اللي خلت الناس تبعد عن التطعيم، بس أنا أنصح بالتطعيم لأن هذه كلها إشاعات، ولو التطعيم مثل ما يقولون ما طعم العالم كله، وإن شاء الله يطعمون بإذن الله. أكيد في صالح الجمهور، وهذا بالعكس يعني عشان نوصل للمناعة المجتمعية لازم نسمع ونمشي على قرارات المجلس الوزراء، وهذا شيء إيجابي
وانصح الجميع بالتطعيم. الدكاتره نفسهم هم تطعموا، فانا اقول للناس طعموا وتوكلوا على الله وتركوا عنكم الكلام ما له معنى. والله بالنسبه حق القرار الجديد اللي صدر من مجلس الوزراء، صراحه احنا نشوف القرار يعني ان شاء الله انه يكون صائب باذن الله، وراح يدعم عمليه المناعه المجتمعيه ان شاء الله، وان الناس كلها تقبل على التطعيم. وخلاص ملينا صراحه من الوضع، حظر وروح طعم وتعال للطعم، خلاص نبي نرد الحياه الطبيعيه ان شاء الله. وهذا كله ما راح يجي الا بتضافر كل مكونات المجتمع، وان شاء الله ان القرار هذا راح يكون مع الصالح العام ومع دعم التطعيم، وان شاء الله نوصل المناعه المجتمعيه اللي احنا نبيها باذن الله ان شاء الله. أعلنت وزارة الصحة السعودية تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث وصل عدد الجرعات المعطاة حوالي 17 مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة. وعلى إثر ذلك أعلنت الوزارة انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حيث بدأت البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 عاماً فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة. وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة. يأتي ذلك فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية السعودية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن السماح بدخول القادمين من الخارج دون الحاجة لخضوعهم لفحص PCR شرط إبرازهم شهادة تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان وزعته على المطارات والموانئ أن ذلك يتضمن اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن تراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين مثل سبوتنيك 5 وفايزر وأسترازينيكا وموديرنا وسينوفارم وسينوفاك، أو مرور 14 يوماً من الحصول على جرعة لقاح جونسون أند جونسون، وذلك بالنسبة للدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا. ويتم مراجعة شهادات التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR كود، وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار مع استمرار إجراء تحليل وقتي، وفي حال إيجابية النتيجة يتم إجراء فحص PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية الفحص يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن. كشفت دراسة جديدة تبحث عن كيفية تأثير النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية في مجموعات الميكروبات الموجودة في الأمعاء عن نتائج غير متوقعة. فقد وجدت الدراسة التي أجريت على 80 متطوعاً يعانون من الزيادة في الوزن عن علاقة بين خفض السعرات الحرارية وزيادة مستويات البكتيريا المسببة للأمراض المرتبطة بمرض التهاب الأمعاء، وتم توجيه نصف المجموعة للحفاظ على وزن مستقر لمدة 16 أسبوعاً، بينما أكمل النصف الآخر برنامجاً لإنقاص الوزن تحت إشراف طبي بما في ذلك 8 أسابيع من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لا يزيد عن 800 سعرة حرارية في اليوم. وأخذ الباحثون عينات من المشاركين، وتبين أن مجموعة النظام الغذائي منخفض السعرات أظهروا تغيرات كبيرة في ميكروبيوم الأمعاء، وأوضحت أنه إلى جانب تقليل العدد الإجمالي لبكتيريا الأمعاء الموجودة، يبدو أن اتباع نظام غذائي يغير بشكل واضح سلوك الميكروبات المتبقية.
وتعد الدراسة الجديدة بمثابة تذكير آخر لمدى تعقيد العلاقة بين صحة الإنسان والميكروبيوم، حيث إنه مع إجراء المزيد من الدراسات البحثية والتجارب العلمية أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا يوجد فرق مباشر بين البكتيريا الجيدة والسيئة. في بشرى سارة لمحبي الشوكولاتة، أعلنت دراسة جديدة من إسبانيا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في تحسين حدة البصر والذاكرة لدى الشباب الأصحاء. ووجد علماء من جامعة مدريد ومعهد علوم وتكنولوجيا التغذية أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، ما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وحدة البصر. كما تناول المتطوعون كوباً من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مشروباً بدون نكهة في 3 وجبات منفصلة لتحديد حدة البصر. وتم وضع مخططات الحروف على بعد 4 أمتار من المشاركين التي تم عرضها في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة. ولضمان دقة نتائج البحث، أجرى المتخصصون بشكل مبدئي سلسلة من المقابلات والاختبارات للتأكد من عدم وجود أي عيوب وأمراض لدى المتطوعين. من جانبها قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة سونيا دي باسكال تريزا: نحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم للتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن أن تساعد في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة. توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة تضاف لقائمة منافع مكملات زيت السمك، إذ إنها تساعد في مكافحة الاكتئاب والتقليل من أعراضه. ووفق الدراسة التي أجراها مستشفى كينجز كوليدج لندن، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتخفف من أعراض الاكتئاب. وخلال الدراسة التي شملت مصابين باكتئاب حاد، أعطي هؤلاء جرعة من أحماض أوميغا 3 غير المشبعة لمدة 12 أسبوعاً، وتم قياس أعراض الاضطراب قبل وبعد التجربة. وبحسب النتائج التي نشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي، فقد انخفضت أعراض الاكتئاب وفق المشاركين بنسبة 64%، علماً أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرة الثقافة الطبية. في أمان الله.